جولتنا اليومية على أهم دور السينما بلبنان لحتى نشوف شو هن أبرز الأفلام يلي عم تقترحها عليكم غيدا إذا حابين تتوجهوا وتحضروا أي فيلم خصوصا بخلال هالويكند. جديد بالصلاة فيلم الأكشن جاك راين شادو ريكروت للمخرج كينيث برانا مع كيفن كوستنر وكيرا نايتلي عن محلل بالسي اي اي عم بيحاول يكشف مخطط روسي ارهابي. الفيلم الدرامي ذا بوك ثيف مع جيفري راش واميلي واتسون بعد معاناتها مع الحرب العالميه الثانيه بتصير تسرق كتب وتشاركهم مع الاخرين. والسايكولوجيكال ثريلر اللبناني انسان حيوان شيء للمخرج عبد الله صفير مع مجموعه كبيره من الممثلين منهم عصام الاشقر ختام اللحام ونادر درنيقه. من هالجوله بنرجع اذا على استوديو عالم الصباح وفورا رح ننتقل لعند هانيا مره من جديد مع رشيد ملح. وصفتي الثانية لليوم حتكون البينات باتر كيك. بتعرفوا هلا البينات صار كثير عم نستعمله وصاروا العالم اكثر معودين عليه، هيدا شيء امريكاني بحت بيعطي انرجي طيب، في ناس كثير بتحبه واكيد الناس اللي عندها حساسيه عليه لازم تنتبه كثير من هيدي الوصفه وما تقرب لها ابدا حتى ما يصير في مشاكل من وراي. اليوم وصفتي حتبلش بدي احط الزبده تقريبا 300 جرام زبده، بدي اخلطهم مع السكر الاسمر عندي 3 كوب سكر اسمر. مثل ما شايفين انه السكر الاسمر بنلاقيه كذا نوع بالسوق، في هيدا النوع يلي بيكون كتير غامق واللي بيكون هيك بنحسه كتير ملزقة على بعض الحبة، وفي النوع الثاني يلي هو بتكون الحبوب بيشبه كتير السكر الأبيض بيكون لونه فاتح، بيكونوا الحبوب كبار ومبينين. أنا اليوم بوصفتي حبيت استعمل هيدا السكر الغامق. حنخلطهم سوا بهالوقت، أنا حضيف على الطحين ملعقة بيكنج باودر، ملعقة بيكنج صودا مع رشة الملح، ومحضرت أنا نوعين بينات بتر. منلاقي بالسوق بينات بتر كرانشي بيكون فيها حبوب البينات، وعندنا بينات بتر كريمي يلي هي بتكون مثل شوكولا تختيني بتندهن على الخبز او على التوست تبعولنا. للكراميل انا ححط البينات الكريمي، ولوصفتي بقلب الجاتو ححط الكرانشي. بكل وصفاتنا للجاتو مثل ما بتشوفوني دايما بنخلط الانغريديان يلي بيكونوا وات يلي هن بيكونوا فيهم ديليكيت، وبنخلط الاشياء الناشفه مع بعضها وبعدين بنزيدهم سوا. حضيف البيض وكوب البينات تبعولي بينات باتر، ومثل ما شفنا كمان بوصفات اللي قبل اللي مرقت معنا الريد فيلفت عم نستعمل كتير البتر ميلك. البتر ميلك لأرجع أذكركم هو حليب بنحط له ملعقتين خل وبنتركه ليتخثر. وصفتي ما بقى ناقصة غير اني حط الطحين اللي خلطته بالبيكنج باودر والبيكنج صودا. دايما بنقسم نص طحين
كل الباتر ميلك، نرجع منحط القسم الأخير من الطحين وبنخلط. هيدي الوصفة أنا ححطها، حضرت لها 2 مول، وهلا بالآخر ميتا منحضر لها الكراميل صوص ومنشوف كيف حنزينها سوا. بلشت تصير واضحة علينا، دايما مننتبه على الحراف، ريحتها بتشهي أكيد للناس اللي بتحب البينات. صارت جاهزة وصفتي هلأ لحتى أسكبها بقلب المول وحطها بالفرن يلي أنا حميته، لأنه قوالب صغار ما حتاخد أكتر من 20 دقيقة بالفرن، وخصوصا لأني قسمتهم 2. أنا هلأ بهالوقت حصب الخليط تبعولي يلي صار جاهز قبل ما حطه على الفرن، ومنروح لعند غادة وبرجع بشوفكن. غادة إذا بدك نحن رح نرجع لأنه بدنا نتابع. دومينيك انضمت لنا بالاستوديو، وطبعا مثل العادة غرادة الكتار مع تي في شوبينج. صباح الخير. صباح الخير غادة، كيفك دومينيك؟ كيفك انت؟ انا منيحة. شو جايبتي لنا اليوم معي؟ اليوم عندنا 2 ايتمز بس، لانه بدنا نحكي مطولا عن الباما هيربز يلي هو ايتم جديد عندنا، رح اتركه للاخير. اول مرة؟ لا نحن شو السبت الثالث حكينا عنه، هلا بدنا نرك حكي عنه كمان حتى نعرف اكثر تفاصيل. مزبوط. طبعا مضبوط. الاورجرينيك هن 6 طناجر حكينا عنهم من قبل، هن بيختلفوا عن بقوة الطناجر لانهم معمولين من سيراميك، ونحن بنعرف انه السيراميك له خصائص غير عن البقوة. اول شيء وحده من الاشياء الحلوه فيها انه بيحمى اسرع من غيره، يعني بنكون شوي عم نوفر كمان غاز اكثر. وان اديشن تو ذات، لانه من جوا اتس سيراميك كوتد، منه يعني نحن فينا نستغني عن كل الزيوت والزبده وكل شيء بدنا نطبخ فيه فيه سمنه وزيوت، لانه ما بيلزق شيء عليهم. هلا بالاول تفرجي شو هن القطع اللي بيجوا. في اول شيء هيدي الطنجره يلي هي حجمها عائله، هي بتبين شوي صغيره بس لانها غامقه بتطعمي من 4 لـ6 اشخاص. بيرجع في هيدي المقلي يلي اوكي منقول مقلي، بس هي انفاكت شوي اغمق من غيرها، يعني اذا عندنا خضره بدنا نقليها او اشياء بدنا نطبخ فيها ما نستعمل طنجره كبيره فينا لانها اغمق من غيرها، وبيجي عليها غطا، يعني فينا نستعملها مثل طنجره مش بس مقلي. واذا حسب قلينا بيض او حيلا شيء فينا نسكرها تضلها تتنفخ، اوقات نعمل بيض وإذا بدنا إياهم ينفخوا منسكرهم هيك بيطلعوا كتير فلافي. هيدي بتكون بيرفكت لإلها. وبيرجع في كمان هيدي الطنجرة السكوير الكبيرة يلي هي اتس بيرفكت فور جريلينج، لأنه فيها هيدول الزياح، هي مقلاية، هي صينية، هي ميكستشر اوف ايفري ثينج، لأنه فيك تشوي عليها يلي هي هيدي خاصة للشوي. بس الحلو فيها إنه مش بس شويتي، هول كلهم بيفوتوا على الفرن. سو حسبي عملتي عم تعملي دايت او عم تنتبهي على اكلك، اوكي شويتي شيء بس ما بدك اياه يطلع بالمره بلا نكهه ويكون هالقد جامد، فيك ما تحسبي اذا شويتي صدورات دجاج او ستيك فيك تحطي لهم شقفه جبنه دايت مع صوص بندوره شوي الهيربس تبعهم وتفوتيها على الفرن، يعني بتكوني اكلت شيء هيلثي بس بزيت الوقت له طعم. دومينيك بتفوت مع يعني هي وايدها، مش انه ضروري يشيلوا. لا ايدها ما بتنقم، هي وايدها بس اكيد لانه حديد رح تحمى كثير المسكه، بدهم يلقطوا سبيشل بشيء خصوصي كرمال ما يحرقوا.
وكنت عم بقول انه الاغطية تبعهم كثير حلوين لانهم اول شيء معمولين من ازاز، يعني فيك ترانسبارنت، فيك تشوفي الطبخه بلا ما ضروري كل تكه تفتحيها، بعدين فيها التنفيسه تبعها، يعني مثل يعني مثل طنجره الضغط بس مش ضغط كثير، يعني عم بتنفسهم من بذات الوقت مش عم بيفور شيء منهم، وبذات الوقت عم يعني عم تقشع تقريبا عم بعد بدها هالقد، مش كل تكه نفستيها وفتحتيها لتشوفي اذا استوت الشغله ام لا. سو هيدول هيدي الخصائص تبعهم. بعدين من برا لانها معموله من الومنيوم كمان حسبي اذا في شيء فار ما بيلزق عليها دغري. هيدي نقطة كثير مهمة لانه بيصيروا بشعين اوقات اذا نزل زيت وهيك اوقات ببطلوا يروحوا بتحفيهم بسيفة اوقات بتقعدي بتجرحيهم بيكونوا كثير حلوين من برا ومن جوا. هلا هولي شوي شوي مش كثير اثقل من غيرهم لانهم معمولين من فونت يعني حديدهم كثير بدك لا بدك دمبلز بدل الدمبلز احنا اثنين منا 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 كثير لا بس يعني كبيرة هلا اذا اكيد بالهيدا اذا واحد حملها من هون بيمشي والحلو فيهم غادة انهم هولي فور لايف يعني عملوا تجارب فيهم حطوا هيدي مش الكبيرة المقلي قلنا عنها وطلعوا جيب عليها وحطوا اكيد عده مقالي غير كلهم انتعجوا. هيدي الفور باي فور طلع فوقها وما انتعجت ابدا، يعني معمول حديده كثير قوي وضيان. اوكي يعني انت اشتريتي هالست حقهم 110 دولار بس اشتريتيهم بيضاينوا ضيان. بعدين بيجي معهم هيدا السكين الكبير يلي هون بدنا نفرجيه، هو سكين كتير كبير وقوي معمول خصوصي كرمال نقص الحماس الدجاج السمك كل شيء كبير وسميك. وكمان بيجي فيهم هيدا مهمة هيدا كتير بحبها اهم شيء ريسيبي جايد بيعطيك كتير كتير افكار حلوه تطبخي فيهم هول الطناجر بحد ذاتهم بالتحديد اشياء ما بتلزق اشياء كتير هيلثي وطيبه وبتوعينا بتفوقنا على كثير طبخات ننسيها اوقات ننسيها وفي كثير اشياء بتعلمنا الطبخات الهينه عاده بننسيها لانه الواحد بصير صح دائما بتفكري بالمعقد بالاصعب اكثر بالاوريجينال اكثر والاشياء يلي عن جد طيبه كثير اكزاكتلي بنكون نسينا. هيدا الست حقه 110 دولار وواصلين لعند مشاهدين مثل ما دائما بنقول على بيتهم. هيدا هو السعر اللي بيدفعوه ما بيدفعوا اي كلفه اضافيه حق توصيلهم. عظيم. اوكي الايتم الثاني الجديد اللي بدنا نحكي عنه هو الباما هيربز يلي هن اعشاب طبيعيه معموله خصوصي كرمال ننقع اجرينا فيهم. هلا الباما هيربز لقربهم هون الباما هيربز هن مسميينهم نحن من وراء منطقه خصوصي بالصين اسمها الباما منطقه الباما اوكي يلي هو الافريج ايج جروب عندهم احذري قد ايه فوق ال 100 100 بالمية لانه في كثير فوق ال 100 وفي كثير بحدود ال 100 سو عاطين الافريج ايج جروب 100 100 طيب قوم دبت نروح على عن جد نروح لهونيك نروح على الباما اجى لعنا الباما اجت المنطقه هي بحد ذاتها. هن ليش هالقد شو بيقولوا عمرهم طويل وعندهم صحه كثير غير بلدان بيحسدون عليهم هو لانهم كل شيء اول شيء بعده طبيعي عندهم وواحدة من الريتشولز من الخصلات العوايد يلي عندهم اياها على طول على طول على طول باخر النهار هن انهم ينقعوا اجريهم باعشاب من عندهم بيحوشوها يلي هن كلهم موجودين بهيدي الساشي وهن كثير معروفين انه بيشتغلوا بالارض دونك طول النهار واقفين على اجريهم عم بيعتلوا عم بيزرعوا عم بيقطفوا بيحركوا جسمهم كثير مشان هيك باخر النهار بينقعوا اجريهم بهدول الاعشاب بينغلوا يعني رح اقول لك كيف اول شيء كل علبه بيجي فيها 20 ساشي اوكي والتريتمنت هو على 200 يوم يعني 10 علب نشتريهم كل علبه ب 20 ساشي يعني صاروا 200 ساشي كيف بدنا نعمل؟ بدنا نغلي مي سخنة مش نفتح الحنفية ونحط مي سخنة بدنا نغلي مي على النار تنأكد انه صارت التمبرتشر تبعها بالليفل الغلي اللي بدنا اياه وتكون نظيفة ومغلية نرجع نفتح الساشي واحد فيها
وننطر لحد ما نقدر نحن نتحمل سخونة المي. اوكي، هلا في عالم بيتحملوا سخونه اكثر من غيرها، المهم تكون سخنه، يعني ما ننطرها تفطر، لازم تكون المي سخنه، ولازم تغمر لنا الكاحل، يعني مش بس كعب اجرينا، لحديت الكاحل، وننقع اجرينا كل ليله قبل ما ننام من بين العشرين والاربعين دقيقه. يعني قد ما فينا نتحمل نقعد ذا بيتر. اوكي، هلا شو شغلتها هي؟ كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم ما بدنا نقفي 200 يوم 200 يوم اوكي، اتس تريتمنت، ما فيه لعبه، بس هيدا رح اقول لك شو الاشياء اللي الفوائد تبعها. اول شيء كل حدا عنده امراض مثل اهم شيء امراض القلب، الاوعيه الدمويه والدماغيه، السكري، الروماتيزم، وجع المعده، القلق، النسيان، نقص وظائف الكلى، نقص المناعه، التهاب الانف، التهاب الرئوي، هيدول كلهم بخففوا مناعة الجسم. وانس مناعة الجسم خفت منصير عرضة لأمراض أكثر. طبعا. أوكي؟ سو هيدا أول شيء عم بيعملنا ديتوكس لجسمنا. أوكي؟ هلا نحن بنعرف إنه بكعب الإجرين في 136 points that represent the whole body، يعني كل جسمنا قاطع الشرايين تبعه بكعب الإجرين، وهن شرايين كبيرة، يعني once الحرارة السخنة تبع المي مع الكومبينيشن تبع هالأعشاب رخرخنا، فتحنا المسامات كلها، فتحنا العروق، صارت الدورة الدموية عم تمشي أسرع بانتظام أكثر من ما عادة هي، خاصة للي عندهم مشكلة من هالنوع. سو عم نعمل ديتوكس للجسم، عم نرجع نوعي الحركة الدموية اللي هي كتير مهمة، هيدا الشيء بيرجع بيوعي الدماغ، إذا عنا مشكلة القلق مشان هيك بيقولوا لنا عملوها قبل النوم، سو اتس بيرفكت أن نعملها قبل النوم، حتى لو سهرانين وراجعين من السهرة اتس اوكي، فينا تو سبير 20 مينتس إذا مش قادرين 40 دقيقة. المينيموم يعني. المينيموم. منعودهم تاني نهار، بس المهم ما نقفي ولا نهار، لأنه اتس لونج تيرم تريتمنت، من هيك بيقولوا لك 200 يوم، نحن بنزلوي على كثير ادويه ويلا على السريع وتريت ذا اريا يلي هي افكتد بالادويه، بهالطريقه نحن فينا شوي شوي جرادولي بهالتريتمنت عم نقوي مناعتنا، عم نرجع نقوي الاعضاء يلي هي متضرره بجسمنا تنقدر شوي شوي جرادولي نتخلص من الادويه يلي كثير عم نزلوي عليها يلي على طول وما بتعرف السايد افكت تبعها. اوكي سو هدول 200 يوم كتار، 200 يوم كتار غادة، بس منهم كتار اذا بتحسبيهم اون ذا لونج ران، يعني انت ربحت رجعتي صحتك، عم ترجعي مثل تشتري اليوز تبعك. برافو. يعني نحن عم نخطر قبل وقتنا على كثره الستريس، على كثره الركض. انا هلا عمري 20 بس ما مبينه. انا كمان انا 15 اذا شيء هو مضبوط، يعني قد ما في ركض وستريس وهيك حتى الناس عم تنسى تخصص وقت لها. هذا اللي بدي اقول لك اياه، يعني نحن هاملين حالنا كرمال نخدم غيرنا، كرمال نخدم نقدر نلحق السرعة يلي لازم نكون سريعين بحياتنا فيها لنلحق على كل شيء، بس نحن عم نخرب جسمنا، عم نخرب حياتنا فيها، ما عليه إذا كل يوم خصصنا نص ساعة، ما عم بقول لك ثلث ساعة ولا عم بقول لك 40 دقيقة، نص ساعة كل يوم عشية عم نرجع نربح عمر أطول، نكون انتبهنا أكثر. الباما هيربز $165 حقه على 200 يوم، يعني 10 علب، كل علبة فيها 20 باكي 20 ساشي. عم نشتري أعصابنا ورياحتنا وجسمنا. بيقدروا يطلبوا كل باكي لحالة؟ لا، بدهم يطلبوا الكل سوا الباكي. It's a treatment. It's a treatment. لأنه إذا عملوا شهر أم شهرين ووقفوا بعدين بيقولوا لنا ما أخذنا نتيجة، ما رح ناخذ النتيجة، نحن رح ناخذها. لا أنا مش مشان النتيجة، أنا بس حتى إذا حابين يقسموا يطلبوا كل أربع أو خمس يجربوا يجربوا. هلا فيهم يشتروا حسبي نص الأماونت بالأول إذا مضطرين، بس هو التريتمنت على 200 أنا دائما من جانب المشاهدين. لا إذا في بيحكوا الشركة على الأرقام وهن بيفسروا لنا. في شغلة بدي أقولها، ون أوف ذا things يلي بنبلش نشوفها انه عم نعمل ديتوكس هو العرق على الجبين والشفه، which is a good sign. عظيم، ميرسي لك دومينيك، نشوفك الثلاثه اذا الله راك كمان مره بريك، وخليكم معنا لنتابع فقراتنا.